تفتش نبراس المعمورية التي ترأس منتدى الصحفيات العراقيات عن أي منفذ يتيح لها طرح العقبات التي تواجه الإعلاميات في العراق وأبرز مظاهر مصادرة حقوقهن، مستغلة عقد الندوات الحوارية التي تناقش حرية الإعلام في البلاد. لابد أن نصر أن المرأة الإعلامية جزء لا يتجزأ من المنظومة الإعلامية. أضف لذلك ما حققنا لغاية الآن هو رسالة للجميع أن المرأة الإعلامية حاضرة ومؤثرة، وبالتالي إبعادها عن المشهد أو النيل منها بأي طريقة أصبحت من الطرق المبتذلة. فيما يحاول عدد من الناشطين إبراز المغالطات التي وردت في مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة، خصوصا فيما يخص عمل الإعلاميات أكثر الفئات تعرضا للإضطهاد والترهيب. للأسف إحنا اليوم نعاني من عدم وجود قانون يضمن حقوق الإعلامية العراقية. المفروض أكو قانون يشرع من قبل مجلس النواب وأيضا ينفذ هذا القانون طبعا من أجل ضمان حقوق المرأة العراقية بصورة عامة والإعلامية بصورة خاصة. في الميدان تتحدث الصحفيات العراقيات عن محاولات خطيرة عدة يتعرضن لها أثناء العمل، تتمثل بمضايقات أمنية من قبل رجال السلطة وحالات ترهيب واضطهاد تصل إلى مرحلة التهديد بالقتل. إذا ردت تسوي تحقيق على الفساد، ردت تكشف فد موضوع معين، موضوع حساس، موضوع متعلق بالميليشيات أو موضوع متعلق بأي قوة أخرى يعني موجودة بالبلد أو بالأحزاب، 100% راح تتعرض إلى تهديدات، وهذا السبب اللي دفعني أنه أشتغل قصص اجتماعية فقط. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود أكثر من 26 حالة من الخطف والقتل والاعتداء سجلت بحق الإعلاميات والناشطات المدنيات في العراق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. يصنف البعض أن تقييد حرية الصحفيات في العراق يأتي كنتيجة وتحصيل حاصل لضريبة حرية الفكر في ظل مجتمع يقوده الأحزاب، تتعارض أفكار هذه الأحزاب مع طرح جريء قد يطرح من قبل الإعلاميين وخصوصا الإعلاميات في العراق. محمد فاضل، قناة الغد، بغداد.